سلام من الله عليكم أحبتي متابعي الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز، أحييكم أحلى تحية ونتواصل معكم في تقديم هذه الحلقة الجديدة التي نأخذكم فيها للتعرف على آخر المستجدات والمتابعات الرياضية. كونوا معي، نبدأ جولة هذا اليوم من أهم العناوين. المنتخب العراقي يدخل معسكرا تدريبيا في الدوحة لخمسة أيام قبل مواجهة الإمارات الشقيق في 15 من الشهر الحالي ضمن تصفيات المونديال في أبوظبي. باستهتار واستخفاف، مدرب المنتخب العراقي راضي شنيشل يواصل تعامله النرجسي ضد الإعلام الرياضي ويمتنع بالإدلاء بأي تصريح لبرنامج الشوط الثالث وباقي الإعلاميين. والجوي العراقي ينال لقب كأس الاتحاد الآسيوي بكل جدارة واستحقاق للمرة الأولى في تاريخ الكرة العراقية على ملاعب الدوحة، ويتغلب على بنغلور الهندي بهدف للهداف حمادي أحمد. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم سادة المشاهدين، ونبدأ من الحدث الأبرز، إذ حقق عريق الكرة العراقية القوة الجوية لقب كأس الاتحاد الآسيوي للمرة الأولى بتاريخ الكرة العراقية بعد أن أحكم قبضته على كأس الاتحاد الآسيوي عندما تغلب على بنغلور الهندي في المباراة التي جمعتهما على ملعب سحيم بن حمد في مدينة الدوحة العاصمة القطرية بهدف للهداف حمادي أحمد. وسجل الهدف حمادي أحمد في الدقيقة 70 من عمر اللقاء ليرفع المهاجم العراقي رصيده في صدارة هدافي البطولة إلى 16 هدفا، وبهذا حصل العراق على لقب البطولة للمرة الأولى بتاريخه، علما أن نادي أربيل بلغ المباراة النهائية مرتان عام 2012 وعام 2014 لكنه اكتفى بالمركز الثاني. القوة الجوية تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة من 6 مباريات، ثم تغلب في دور 16 على الوحدات الأردني، وفي ربع النهائي تفوق على الجيش السوري ثم على العهد اللبناني ليتألق ويواصل تحقيق الفوز والانتصارات بالفوز على بنغلور الهندي في المباراة التي توج فيها بطلا لكأس الاتحاد الآسيوي، بعد أن منح رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان بن إبراهيم كأس البطولة إلى فريق القوة الجوية ومدربه القدير باسم قاسم. مبروك للقوة الجوية، مبروك لجماهير العريضة، مبروك لإدارته، مبروك للجنرال باسم قاسم الذي أثبت علو كعبه، أثبت أنه مدرب مظلوم. إلى متى نرى هذا الظلم من
قبل الاتحاد والقائمين على شؤون الكرة العراقية مدرب يحقق الإنجازات الواحدة تلو الأخرى وبعيد عن أسوار المنتخبات؟ لا ندري ما السبب. عموما تابعونا في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم، ستكون لنا وقفة عن هذا الانتصار الكبير، ولكن الآن نأخذكم إلى المتابعات والمستجدات الرياضية التي نضعها أمامكم أولا بأول، إذ أنهى المنتخب الوطني العراقي آخر تحضيراته لمواجهة الأشقاء الأردنيين على استاد الملك عبدالله، والذي من المؤمل أن يخوض مباراة تجريبية واحدة، وبالتالي سيسافر منتخبنا الوطني إلى الدوحة للدخول في معسكر تدريبي لخمسة أيام يخوض من خلالها مباراة تجريبية مع الأهلي القطري في إطار الاستعداد لمباراة العراق والإمارات في 15 من الشهر الحالي في أبوظبي على ملعب محمد بن زايد. هذه المباراة تأتي في إطار تصفيات مونديال روسيا 2018. كامل صغير تحدث للشوط الثالث وقال إن اللاعبين أنهوا التدريبات وفق منهاج خاص قبل مباراة الأردن، وهذه المباراة ستكون مهمة، لكننا افتقرنا لخدمات الكثير من العناصر الأساسية لارتباطهم مع أنديتهم وعدم تفريغهم كون المباراة خارج أيام الفيفا. أضاف صغير إن المباراة ستشهد الوقوف على مستوى بعض اللاعبين سواء من الذين تمت دعوتهم مؤخرا أو اللاعبين الآخرين، وستكون مباراة المنتخب أمام الأهلي هي البروفة الأخيرة لمواجهة الأشقاء الإماراتيين خلال معسكر الدوحة. الفريق العراقي اجى بدون تجمع، بدون اللاعبين المغتربين، بدون اللاعبين المحترفين، وبالتالي هذه المباراة ما اعرف هي متفق عليها، ولكن ما اعرف يعني هي السياسة والغرض من عندها شنو؟ طالما اللاعبين اللي راح نشركهم في مباراة الامارات مو موجودين شنو الفائدة منها؟ عموما هذا الموضوع هو خاص بالاتحاد. كامل صغير تحدث للشوط الثالث في الوحدة التدريبية اللي أجراها المنتخب الوطني العراقي، وتحدث للشوط الثالث عن بعض المشاكل اللي واجهت الفريق وعدم التحاق المحترفين، عدم التحاق المغتربين، وبالتالي الفريق يؤدي ما عليه والباقي نسمع من كامل صغير. بعد أن وقعنا بروتوكول قبل فترة وجيزة قبل 4 أشهر مع الاتحاد الأردني لخوض مباراتنا المرتقبة أمام الفريق الأردني، بعدين وراء مباراتنا تعرف مباراة الفريق الأردني فريق كبير، نستفاد من هاي المباراة بتواجد 3 لاعبين اللي هم سلاق أو بروة وجستن ميران، بعدين غادر إلى قطر لدخول معسكر، ومنها إلى الإمارات لخوض مباراة أمام الفريق الإماراتي، لكون الفريق الإماراتي يملك 6 نقاط علينا نكسب 3 نقاط خاطر ندخل من ضمن المنافسة اللي تخلينا تأهلنا بالمرحلة الثانية إن شاء الله. مشاكل صادفت الفريق الآن في عدم تجمع اللاعبين، والآن الفريق أجى بدون محترفين، بالتأكيد المهمة صعبة والفريق الإماراتي مستقر أكثر، كيف سنعالج هذه القضية أستاذ كامل؟ يعني صح نعم، يعني من قناتكم الكريمة نشكر اللاعبين اللي تواجدوا 3 اللي موجودين، فأعتقد راح يكون في قطر جميع اللاعبين المحترفين راح يكون لهم هناك تواجد في معسكرنا، وأعتقد الأمور إن شاء الله بالسكة الصحيحة بعون الله تعالى. شكرا للسيد كامل صغير على تصريحه هذا. مشاهدينا الأحبة، قضية كنا نتمنى أنه ما نعرضها في برنامج الشوط الثالث، ولكن واجبنا ومهنتنا تحتم علينا أن نضعكم في قلب الحدث. للأسف الشديد مدرب المنتخب الوطني الذي لبس لباس أكبر من اللباس المعتاد عليه بدأ يتعامل بنرجسية وفوقية مع الإعلام ومع عدد كبير وكثير من زملائنا الصحفيين. للأسف الشديد برنامج الشوط الثالث ومجموعة قنوات الشرقية وكل الزملاء الإعلاميين والصحفيين عندما يركضون وراء المنتخب ووراء المدرب الغرض منها هو المصلحة العامة ودعم المدرب ودعم المنتخب العراقي، لأن هاي مهمة قومية، لكن عندما نشاهد التصرف البعيد كل البعد عن المهنية عن الذوق عن الخلق
واحنا نعرفه من كان لاعب كان خلوق، رغم انه عليه مؤشرات كثيره كان يطرد وكان وكان، لكن الان انت مدرب منتخب وطني وفريق عمل من كل القنوات اجى حتى يغطي ويدعم ويقف خلفك. اما انت تتعامل يا اخراضي بهذه الطريقه الفوقيه مع الاعلام، انت مو اكبر من الاعلام، والاعلام اللي جابك الاعلام يطلعك. مشاهدين الاحبه، هذه اللقطات اللي تشاهدوها ننفرد بها، هي تصرف بعيد كل البعد عن الذوق وعن الاخلاق من قبل راضي شنيشل بحق كادر برنامج الشوط الثالث، عندما طلبنا في الوقت المسموح بإنه انه نصور بتصريح منه رفض، وسمعنا كلام بعيد كل البعد عن الذوق وعن المهنية، ووصف الإعلام بأنه لسانة طويل، وهاي الحركات دا تشوفوها سادة المشاهدين. نعم احنا لسانة طويل على الحق، نعم هنا قلنا له يا أخي العزيز انت ليش موتور، انت يعني انا راح اسكت وارجو ان خلي يسمع الصوت المشاهد حتى ارجع اعلق. شوفوا يا اعلاميين، هذا مدرب منتخبنا، ضاعوا هاي اعلاميين. شباب الله يعطيك العافيه، شباب رجال الكاميرات نحن نصور هذا الموضوع، الله يخليك علي. ليش ما يصورون هذا الموضوع؟ ليش الحريه هاي قيدوها؟ لا لا مو قيد، ليش؟ مشكله احنا ما نريد نسوي اخي، مشكله احنا جايين داعمين الى هذا الرجل ضدنا، ضد الاعلام. لو تسبح بحمده يسوي الأخ علي نوري دخل حتى يهدي الموقف، والأخ الموتور مدرب منتخبنا اللي يبدو أنه ما مصدق فاز على تايلند، يعني بصراحة أريد نقولها، أنت خسرتنا 3 خسارات والسبب أنت، نعم أنت، رغم هسه الكثير يقول مو وقتها، لا تنتقده، عندنا مباراة. لكن هذا الرجل بصراحة يعني للأسف الشديد، للأسف الشديد أقولها وبمرارة، هذا الرجل اللي وقفنا وياه تنكر لدور الإعلام، يعني إذا انتقدناك انتقاد بناء، رغم أنه إحنا أعتقد ماكو مشكلة بيننا وبينك، وجينا وتحملنا برودة الجو بفريق عمل متكامل مكون من 5 من الزملاء، مخرج البرنامج والمراسل والمصور، فريق عمل بأكمله، ننتظر ساعة، انطونا 10 دقائق حتى نسوي لقاء وياه، وبالتالي يتعامل ويانا بفوقية، واقف بالسنتر ويأشر علينا وما أجي، وانتم لسانكم طويل شنو؟ طبعا لساننا طويل، لساننا طويل على الحق، ولساننا طويل لانه فوق مصلحه العراق فوق كل شيء. يعني انا يؤسفني اقول لك يا اخي العزيز، انت ايش قدمت للكره العراقيه؟ خلينا نكون منطقيين وواقعيين، خلينا نحكيها، حتى هذا البرج العاجل اللي انت عايش بيه، اشو انت دربت فريق اشهر وانصرف عليك الاف الدولارات، وتالي جبت فريق ثاني لعبت ضد استراليا، وهذا تخبط بحقك. خسرت كل الوديات اللي لعبها المنتخب العراقي، ووصلت خسارات المنتخب تحت قيادتك إلى 16 مباراة. يعني هنا الـ 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 الأخ علي نوري والأخ داود وعدد كبير من الزملاء يعني دا يستهزئ، يعني من قلنا له إحنا جايين عليك وإحنا جايين دندعمك، هنا بدأ يستهزئ وبدأ يضحك، وهاي الضحكة الصفراء اللي إحنا نقول لك يا راضي هذا الموضوع لا يمكن السكوت عنه. وأني أيضاً عتبي أسجل على كامل صغير مشرف الفريق اللي وقف موقف الحياد ولم يتدخل، وأيضاً كلمة عتب على باسل غورغيس هذا اللاعب اللي وقفنا وياك، وتتذكر في زمن حكيم من قالوك من وقف وياك يا باسل شوط الثالث والشرقية وقفت وياك، البارحة يقول كل من يجي يهددنا، لا يا أخوي إحنا ما نهدد، إحنا ما نهدد، وإنما إحنا جايين حتى ندعم، حتى نوقف وياكم، حتى نآزركم. نعم إذا أنت ما عندك القدرة على أن تقود الفريق العراقي وتتحمل، تتحمل الإعلام وتتحمل الصحافة وتتحمل الجمهور، رقعد ببيتك، أنت ما جاي بلاش تشتغل، جاي تأخذ فلوس من الشعب العراقي، من عندنا فلوسي وفلوس زملائي وفلوس الشعب العراقي. ثم أنت شنو تاريخك الناجح بالتدريب؟ خلينا نكون واقعيين، بأمم آسيا 2015 ضربت 3 لعبات بالقدرة الإلهية وخسرت 3 لعبات، استلمت نادي قطر نزلت درجة ثانية، وتالي قالوك وقالوا لك عمي روح لأن ما صايرة ولا دايرة. اش دربت؟
دربت الشرطه من انطاك يا قحطان كثير فريق يخبل نزلته الا شويه للمركز الثامن وقال له لك روح وانهزمت بعد خسارتين متتاليه واحنا متوقعين لك انت ما تبقى ويا المنتخب انا متوقع لك لان انت ما عندك القدره على ان تحتوي الاعلام تحتوي بكلمه انت دخلت موتور سلام ما سلمت اوكي بالله هاي اخلاقك لكن تعامل ويا الاعلام وبعدين احنا ما جايين ده نتعارك وياك ما تريد تتحدث ويانا قول انا اعتذر اخواني يعني خلي يحشون الزملاء وبالتالي اما انت تاشر وتوقف احترم تاريخنا احترم مكانتنا يا اخي العزيز انت بعدك تلعب واحنا نقدم برامج رياضيه ونكتب بالصحافه وتاريخنا يشهد يا اخوي فما كان يعني اكو داعي لكل اللي صار في الوقت اللي احنا داعميك وواقفين وياك وإذا انتقدناك في لعبة السعودية أو في لعبة استراليا نعم أنت تتحمل أسلوبك متخبط وما عندك قراءة فنية وهذا رأي الشارع الرياضي العراقي كله رغم أنه إحنا نتمنى لمنتخبنا الموفقية ونتمنى له النجاح ونتمنى له كل شيء لأن إحنا بداخلنا عراقيين لكن هذا اللي صار يعني راضي يشتري المشاكل مع الإعلام قبل فترة سويت لنا مشكلة وطلابه ويا الزميل سامي عيسى وحتى وصلت للتهديد هو الرجل مجرد انتقدك وقال لك يا أخي العزيز أنت تتحمل نتيجة الخسارات سويت طلابه ويا ضياء حسين زميلنا اللي نوجه له التحية لأنه انتقدك في إحدى المقالات سويت طلابه ويا حيدر زكي وسويته عنده أجندات وورا دول يا أخي جوز من هاي العقلية المريضة كل من ينتقدك وراء أجندات أي أجندات أخي أي أجندات إحنا كنا عراقيين وما تزايد أنت على عراقيتنا احنا عراقيين اكثر منك ثم انت شو وقت عرفت العراق 16-17 سنة انت بقطر جبتها لاعب الان صرت مدرب شو وقت عرفت العراق راضي هسه قمت تحكي لي بالوطنيات ومن افلست بالتدريب الاعلام وقف وياك وفرضك والله يعينك يا اكرم سلمان الله يعينك قلبك ايش كبراته اللي بلخك الاعلام تمليخ وما فك حلقه ولا انتقد ولا وجه والرجل احترم نفسه وطلع انت شنو هالبرج العاجل اللي عايش بيه شنو هاي أكرم اتحاد الكرة أكرم سلمان خسر مباراة مع اليابان بدون محترفين وبدون تحضيرات قمتوها للدنيا ولم تقعدوها وطلعتوه بليلة ظلمة مو هذا صار لحد الآن خسر 16 خسارة 16 وموقعي 3 سنين على شنو 3 سنين موقعي السوى بالله عليكم أسأل وين الطريقة اللي لعب بها المنتخب الوطني اللي تشفي الغليل وين الطريقة اللي نقول فعلا هاي بصمة مدرب وينها وينها خسرنا ويا السعودية بأخطاء كارثية وخسرنا ويا اليابان بأخطاء كارثية وخسرنا ويا استراليا فريق شعبي مو منتخب العراق والفضل يعود إليك مشاهدين الأحبة إحنا نتمنى المنتخب الوطني كل النجاح ونتمنى أنه فريقنا الله يوفقه سواء كان راضي أو غير راضي لكن أنا نصيحتي للسيد راضي احترم الإعلام حتى الإعلام يحترمك ووسع صدرك لكل منتقديك إذا كنت تتهمنا بالتسقيط فإحنا معاذ الله إحنا ما فد يوم سقطنا واحد وكل انتقادنا بناء وهادف والإعلام العراقي إعلام نزيه وشريف وكلهم زملاء أعزاء عندهم حب العراق فوق كل شيء إذا ما عندك القدرة أن تحتوي اطلع اطلع وأكو آلاف المدربين يحلمون يدربون المنتخب الوطني العراقي فأنت هذا الأسلوب أسلوب معاداتك للإعلام أنت الخسران وللعلم الإعلام باقي وأنت راحل أنت وكثير من المدربين نعتز بهم وبتاريخهم كلهم طلعوا بس الإعلام باقي هاي نصيحتي إليك وأرجع وأقول الموفقية والنجاح لكل لاعبي المنتخب وإلى الجمهور العراقي لأنه إحنا عراقيين وراح نوقف مع المنتخب هذه المشكلة اللي صارت أبداً إحنا ما نجيبها ونخليها بخانة المصالح الشخصية لا إن صار اعتداء على الشوط الثالث الشوط الثالث للعراق ولا أنت تحدد عراقيتنا وهويتنا راح ندعم العراق وندعم أسود الرافدين والله يوفق ولدنا لكن لكل حادث حديث مشاهدينا الأحبة الجوية حقق فوزا كبيرا ومحور حلقتنا لهذا اليوم هو الإنجاز التاريخي اللي للأسف الشديد تخبطات راضي خلتنا نبتعد عن الفرحة في الوقت اللي كنا مخصصين هاي الحلقة اليوم للجوية وانتصارها الكبير الذي تحقق بسواعد النشامة أبناء الصقور وإدارتهم ومدربهم الفذ باسم قاسم نتابع هذا التقرير اللي أعد زميلنا محمد الخفاجي والذي يتحدث عن حصول القوة الجوية على لقب كأس الاتحاد الآسيوي نتابع
فعلوها وتحدوا كل صعاب ورفعوا راية العراق عالية في سماء الدوحة. صقور العراق انقضوا على بنغالورو الهندي وظفروا بلقب كأس الاتحاد الآسيوي للمرة الأولى في تاريخ الكرة العراقية. القوة الجوية كسر النحس الذي رافق الأندية العراقية لعقود من الزمن وتمكن من فك شفرة البطولة الآسيوية عن طريق مهاجم بارع تمكن من تسجيل هدف يضاف إلى قائمته الطويلة من الأهداف ليتربع بجدارة على عرش صدارة الهدافين. هدف وحيد في الدقيقة 75 عن طريق الهداف حمادي أحمد كان كفيلا بحصد الذهب للقوة الجوية الذي أثبت عراقته وعلو كعبه على الصعيد الآسيوي ليتوج بكأس البطولة في سابقة لم تحدث في جميع المشاركات العراقية. الروحية العالية والانضباط التكتيكي وحسن قراءة المباراة من الملاك الفني بقيادة الجنرال باسم قاسم كلها عوامل قادت الفريق إلى الارتقاء لمنصات التتويج. إضافة إلى ذلك فإن اللاعبين أدوا واجباتهم على أكمل وجه وطبقوا ما أنيط بهم باقتدار وكفاءة عاليتين. تاريخ جديد سيدخله القوة الجوية من أوسع أبوابه سيكون متواجدا في الدور التمهيدي المؤهل إلى دور أبطال آسيا للنسخة القادمة. فمبارك للجماهير العراقية بصورة عامة وأنصار العريق على وجه الخصوص فممثلهم عانق التاريخ برأس مرفوع. لبرنامج الشوط الثالث محمد الخفاجي. شكرا محمد على هذا التقرير. نبارك هذا الإنجاز وللحديث عن هذه القضية يسعدني أن ينضم معي من استوديوهاتنا في بغداد الحبيبة وعبر الأقمار الصناعية هو واحد من المدربين الكبار الذين أشرفوا على فريق القوة الجوية مواسم عديدة بل وحصل مع القوة الجوية على لقب دوري الكرة عام 2005. هو نجم من نجوم الكرة العراقية والمنتخبات الوطنية. حيوا معي الكابتن القدير صباح عبد الجليل ضيف الشوط الثالث. كابتن صباح مرحبا بك ضيفا عزيزا في برنامج الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز. اهلا وسهلا بك استاذ محمد اخويا وصديقي وصار لنا فتره ومشتاقين اريد اقول لك الله يحفظك الله يحفظك. انت عزيز وبرنامجك جيد ونستفاد منه اكيد 100%. وابارك بهذه المناسبه لفريق القوى الجويه لجماهير العريقه لادارته اللي عملت بالصوره الصحيحه وللاعبين وللكادر التدريبي اللي عمل ووصل الفريق لنهائي البطولة الآسيوية وحصل على هذه البطولة الغالية. نعم. اللي هي كانت فرحة كبيرة للكرة العراقية أولا الاتحاد العراقي ثانيا ونادي القوة الجوية والجمهور الرياضي أو الشعب العراقي كله. وهذه جاءتت مجاملة مع تمشي مع الاتصالات اللي موجودة متزامنة. نعم. للجيوش العراقية متداخلة طبعا. نعم. للجيوش العراقية والحشد الشعبي والحشد العشائري وغيرهم إن شاء الله يكونون سالمين وينتصرون بإذن الله وإن شاء الله انتصارات أخرى بالرياضة إن شاء بإذن الله تعالى. سبقتنا لأن احنا ردنا نقدم لك التبريك والتهنئة وأنت واحد من فرسان نادي القوة الجوية. كابتن صباح شعور طيب ونبيل أن صباح عبد الجليل رغم أنه ابتعد عن تدريب القوة الجوية لكنه تواصل مع اللاعبين عبر المسجات وعبر الرسائل وكان قلبه مع فريق القوة الجوية خلال البطولة قبل المباراة وبالتالي هذا الشعور نبيل وطيب ويبدو أنه العراقيين كلهم كانوا البارحة القوة الجوية. فأني أحييك على هذا الشعور كابتن صباح. أشكرك أستاذ محمد ولذلك أنا أوصل لك وأجاوبك على هالكلام هذا بأنه نحن نعتبر فريق القوة الجوية أو أنا أعتبر فريق القوة الجوية هو أحد أولادي. نعم. لازم نشوف للمباريات إذا كان بالداخل وبالخارج ولازم أتابع اللاعبين حتى لا كنت ما متصل فيهم أتابعهم حتى أعرف مستوياتهم في بعض الأحيان أخابرهم أنصحهم على أمور كثيرة. وأنت تعرف بأنه الكابتن صباح عبد الجليل المتمثل أمامك وأمام جمهور القوة الجوية وجمهور الرياضة له بصمة في 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 فريق القوة الجوية يعني. نعم. يعني تقريبا إعداد الفريق كان على إيدنا وعلى إيد المدربين اللي كانوا يعملون معنا الطيبين الذكر والإدارة دعمتنا بالصورة الصحيحة وصلنا إلى نهائي الكأس وصلنا إلى شبه نهائي الآسيوية وبالدوري كنا هم أيضا جيدين يعني بدينا فريق وكان املنا مع الاداره والجمهور ان نحصل على هذه
النتائج. هذه النتائج نعم. ما أتت اعتباطا أستاذ محمد. نعم. جت من عمل وشغل. واللي دائما كنت أشكي وأقول أنا والمدربين اللي معايا إنه كنا نحارب على ثلاث جبهات: جبهة الآسيوية وكأس الجمهورية الموجود وبالعراق والدوري. يعني كانت نعم. عندنا مطبات كثيرة وأمور كثيرة. بس الحمد لله احنا كمدربين والمساعدين اللي معايا والاداريين اللي وياه كانوا يشتغلون كلهم كانوا جيدين وكانوا طبعا يرفعون الراس. اللاعبين كانوا جيدين، ما عندنا تغيير، استقرار بالتشكيل من البداية. احنا كنا صارين على ان نحقق نتائج في البطولة الآسيوية وفي الكأس حتى في الدوري. نعم. والحمد لله والشكر، يعني بطولتين هاي كبيرة جدا بالنسبة للقوة الجوية في مرحلة واحدة، يعني في دوري واحد، والبطولتين كبيره جدا باسمها. يعني نعم. هذا 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 هاي البطوله الاسيويه تعرفها كبيره للعراق اولا، نعم. الشعب العراقي ثانيا في هذا الوقت، للجيوش اللي تحارب ايضا كلها رياضيه، نعم. وايضا للقوه الجويه للفرق والفرق الباقيه. انا فرحان جدا واتمنى الموفقيه لكل اللاعبين اللي مثلوا. هذول ايضا اللاعبين اسمائهم راح تطرز من ذهب، هم ومدربيهم وإداريهم، ومتطرز من ذهب على بالاتحاد الآسيوي بالبطولات. نعم. وأيضا أهني لاعبين منهم اللاعبين اللي ما شاركوا بالمباريات. نعم. اللي كان لهم ثقل كبير أستاذ محمد في المباريات اللي فاتت، يعني أمثال بشار وسامال وبعد لاعبين هواية. نعم. وأيضا أهني اللاعبين اللي برزوا، وهم ذول اللاعبين اللي برزوا أيضا. يعني المهاجم حمادي كان اكو وراء جيش من المدربين وجيش من اللاعبين يعطون كرات ويهدون الكرات بحيث يقدر يسجل اهداف حتى يكون هداف. طيب. وهو عادته ايضا هذا الجيد. وبارك لي امجد راضي بروزه يوم امس خصوصا بالشوط الثاني، واللاعبين اعتقد يعني الكباتنة اللي علي جبار والباقين، يعني كانوا فريق كامل متكامل. والتهاني الأولى لازم أزفها للكابتن باسم قاسم. نعم. ومساعدي الكابتن هاشم ونصير عبد الأمير والإداريين اللي دائما دايرهم، الأخ جاسم مدير الفريق، والإدارة كلها اللي سووا الفريق القوة الجوية ما صاير بالعراق، فهذا لأول مرة، وهي هذا شيء كبير جدا. لا ننسى التهنئة المهدي جاسم أيضا أحد المساعدين. ايضا مهدي جاسم هذا اعتبره اني مخطط للفريق الخارجي. أكيد. هذا مخطط للفريق الخارجي. طيب كابتن يجيب صباح، يجيب لك الاخبار، يجيب لك اللاعبين، يجيب لك التشكيل. نعم كابتن صباح، يعني حضرتك من اللاعبين الكبار والمدربين الكبار اللي عنده بصمه في الكره العراقيه، الكره الخليجيه، الكره العربيه، ما تشوفها غريبه هداف كاس اتحاد اسيوي وافضل لاعب في بطوله كاس الاتحاد الاسيوي ومدرب يفوز ببطولة دوري من دون خسارة ويفوز بكأس اتحاد آسيوي بصعوبة وبضيق مثل ما الكل يعرف، وهم بعيدين عن أسوار المنتخب؟ لا. يعني أنت بماذا تفسر هذه الحالة؟ وإحنا عدنا عقم تهدي فيما اعتزازنا بمهند عبد الرحيم، لكن إحنا مشكلتنا بعد اعتزال يونس الآن عدنا مشكلة هي خط الهجوم. فما أدري، أنا انتظر رأيك الفني صدد هذا الموضوع شوية. أكيد راح أتعطل عليك بهذا الكلام، لأنه أنت سابقا وأن تعرف بأنه هناك لم يكن هناك دوري للفئات العمرية ولا حتى الشباب. نعم. فإحنا كمدربين قمنا ندور على اللاعب الجاهز، هاي أول نقطة. بعدين اللاعبين الشباب كنا نتعب عليهم حتى يكبرون حتى يعطونا، وهاي فتره. بينما سابقا استاذ محمد انت مواكبنا بهالموضوع. نعم. سابقا اللاعب ياتيك من الشباب جيد للرديف جيد الى ان تجيبه من سنه واحده يلعب. وانا اعطيك مثل بسيط، انت جبته على باسل جورجيس، الكابتن باسل جورجيس. انا كنت لاعب بالامانه وكابتن فريق نادي الامانه. هذا اللاعب جاء لمده سنه يتمرن، ما لعب مباراه واحده، بس بعد السنه من نزله خلاص انسحب للمنتخب الوطني وصار اساسي بالمنتخب الوطني. نعم. هذا معناه التاسيس الصحيح. احنا ما عندنا بصح الحقيقه لا كانت بنيه تحتيه جيده ولا كان هناك تاسيس من الشباب. طيب. هاي واحده. اثنين، انت تعرف القوه الجويه لما هسه يعني كان هداف الهداف
الهداف السابق للدوري معايا 2009-2010 أمجد راضي. نعم. وبعد ما احترف ورجع رجع ما موفق بالمنتخب الوطني. وأمجد وعندك كابتن هداف البطولة حاليا حمادي. نعم. هو أيضا ما موفق بالمنتخب مع المنتخب ما موفق. وهم إذا دول هذا هداف الدوري وهذا هداف البطولة الآسيوية ما متوفقين أو ما متواجدين بالمنتخب، هذه وراها عدة أسباب. شن هي؟ أسباب كثيرة. أولها عدم الاستقرار، عدم الاستقرار بالمنتخب وعدم الاستقرار بالمدربين. نعم. يعني هسه احنا لو ننظر مثلا لألمانيا، من المدرب ألمانيا؟ نعم. إيش قص صار له موجود؟ نعم. بتفهمني ولا لا؟ يعني بدون ذكر أسماء. نعم نعم. يعني مثلا كارلوس البرتو درب الكويت 4 سنوات يلا وصلوا لكأس العالم. نعم. احنا بالنسبة لنا الحقيقة المدرب اللي يعني يخسر له خسارة أو خسارتين خلاص يقولوا لا تفضل روح. نعم. يعني هاي الشغلة. أما بالنسبة للعقم الهجومي، العقم الهجومي ما يجي إلا من اللي ذكرت لك يا بالمقدمة. إذا ما نبني شباب بصورة جيدة ونشتغل بصورة جيدة على الناشئين والأشبال والرديف، الشباب والناشئين والأشبال والرديف، ما راح يترحل إلا لاعب جيد. طيب. وأنت شفت منتخب الناشئين اللي قيمناه، منتخب الناشئين اللي قيمناه بلاعبين جيدين. نعم. بس هذول وين راح يكونون بعد فترة؟ احنا نحتاج استاذ محمد التخطيط. نحتاج التخطيط. للأسف يغيب التخطيط. نعم كابتن. الآن دعني أعود إلى صلب المباراة والبطولة والأداء عموما، وحضرتك شرت نقطة مهمة جدا أنه كانت هناك تنافس على المستوى المحلي، على المستوى الآسيوي، على مستوى بطولة الكاس، وبالتالي اللاعب في ظل غياب البنى التحتية راح نتأثر. وإحنا البارحة عانينا بغياب 3-4 لاعبين من الجوية بسبب الإصابة وبسبب الجهد وبسبب التداخلات. نعم. الآن فريق القوة الجوية بعد حصوله على لقب كأس الاتحاد الآسيوي، ولله الحمد وللمرة الأولى بتاريخ الكرة العراقية، هل سينعكس هذا الإنجاز بالإيجاب على الفريق واستقرار في مباريات الدوري، أم هناك مخاوف تقال أنه الجوية كان حلم الحصول على الكأس الآسيوي وبالتالي الدوري أصبح تفكيرا ثانيا؟ فش تقول كابتن صباح؟ أوصل لك معلومة أستاذ محمد، بأنه الدوري الماضي كان حلم الجوية أن يحصل على بطولة العالم العسكري. نعم. أنت وياي يمكن. نعم. الحمد لله حصلوا عليها وجوا ودخلوا بالدوري وجيت أنا كنت مدربهم وعملنا. نعم. عملنا لما وصلنا للثلاث مراحل الكأس وصلنا له، بالآسيوية وصلنا لمراحل متقدمة، وبالدوري كنا بعد خسارة الميناء صار تبديل مدربين كثير، يمكن يجي الكابتن علي هادي الله يذكره بالخير أو أحمد. نعم. الله يذكره بالخير، وبعد من بعد الكابتن باسم قاسم. هذه هي أنا أحكي لك على الخربطة في بعض الأحيان. يعني أنت اليوم لما تتعاقد كإدارة مع مدرب تتعاقد أن توصل للبطولات، مو بالشرط أنت في بعض الأحيان لازم تأخذ البطولة هذه. طيب. يعني يوم أمس، مباراة يوم أمس القوة الجوية والفريق بنغلور الهندي، يعني الفريق أنا شفت الشوط الأول يعني فريق عادي حقيقة. هذا طيب. إحنا قدمنا كرة جيدة، قدمنا كرة جيدة القوة الجوية وخطرنا هدفهم بفرص ضايعة، خطرناهم بفرص ضايعة. يعني نعم. هو الحقيقة يقول لك المهاجم إذا عدة مرات يحصل على فرص وما يهدف، يعني هذا المهاجم جيد. نعم. هو أيضا لازم يهدف، هذا لازم يهدف إذا قاعد يتحرك بالصورة الصحيحة. سؤالي انتظر إلى أن يفوز. سؤالي إيه؟ يعني حضرتك ابتعدت بالإجابة عنه. سؤالي جديد القوة الجوية في الدوري، هل سيبقى الحلم انه حصل على كأس الاتحاد الآسيوي ومباريات الدوري تحصيل حاصل، ام سيكون الفوز الآسيوي اداة معنوية جديدة للظفر بلقب دوري النخبة؟ هذا سؤالي. طبعا مثل ما تفضلت انت لازم يكون اساس للظفر ببطولات البطولات الموجودة بالعراق، دوري كأس وكذا وكذا، ايضا اضافة للآسيوية ايضا او البطولات العربية اللي راح يشارك بها او البطولات، تعرف اكو اتحاد آسيوي واكو بطولة آسيوية. نعم. احنا ان شاء الله هم ايضا راح يمثلون فرق
يمثلون القوة الجوية ويمثلون العراق مع فرق قوية. نعم. هذه النسخة تعرف أنت، هذه النسخة الثانية. القصد من الكلام هو أنا أتوصل أوصل لك حتى أقول لك هذا الكلام. هذا فد إيعاء، هذا فد فد دعم الفوز، الفوز بالبطولة الآسيوية دعم للفرق العراقية كافة وفريق القوة الجوية خاصة. احنا شفنا البارحة فريق القوة الجوية ايضا اكو سلبيات. نعم. اكو يحتاج لاعبين في مكانات. نعم. طبعا هم مع شديد الاسف ايضا تعرف عدم وجود بشار وعدم وجود سامان وكذا هم لهم تأثير هذا، وبعد ميدو وغيره لهم تأثير بالملعب. نعم. بس هذه اللي تفضلت بي انت وقلت له هو هذا الشيء اللي احنا ننتظره من الفرق مالتنا اللي حصلت على بطولة عربية او حصول حصلت على بطولة اسيوية. اذا انت راح تمثل العراق مرة ثانية. نعم. مرة ثانية بالدوري القادم، فانت عليك ان تبني كل جهدك وتلعب بالدوري المحلي وتحقق نتائج جيدة حتى وتفرح جمهورك وجمهور محبيك حتى تقدر تحقق نتائج مرة ثانية في آسيا. ولذلك نعم. نشوف هسه اللاعبين برزوا لأنه كلهم يلعبون في بطولات آسيا وبطولات عربية أو بطولات نعم. أوروبية خلنا نقول. طيب هذا اللي تفضلت به حضرتك نعم. لأنه هذا حافز كبير لفريق القوى الجوية والفرق الباقية. طيب كابتن صباح، ظاهرة جميلة جدا شاهدناها يوم أمس أنه كل الجماهير وروابط الأندية الجماهيرية والصحافة والإعلام وحتى إدارات الأندية كلها وقفت مع القوة الجوية، وعندما انتهت المباراة وفاز الجوية بالكأس الآسيوي رسائل كثيرة تلقتها إدارة الجوية من إدارات الأندية العراقية شخصيات رياضية. هاي الظاهرة شو تعلق عليها كابتن؟ هاي الظاهرة موجودة أساسا عندنا احنا كرياضيين. نعم. يعني احنا في بعض الاحيان هسه اليوم انا واحد من الناس اللي كنت في فضائية من الفضائيات قبل يوم امس قبل المباراة في يوم، وكان مستضيفنا نور صبري انا والسيد الكابتن باسل فاضل ايضا ابن الجوية، حتى سألونا عن نتيجة المباراة قلت لهم انا متأكد 100% يا اما 2-1 يا اما 1-0 والحمد لله والشكر فريق القوة الجوية فاز. هذا الشيء متلاحم مثل ما نشوف جيوشنا شلون متلاحمة في تحرير الموطن. الحمد لله. الحمد لله. حاليا. نعم. هذا الشيء ما عاد ما ينبري على 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 الأليان العراقيين بأنه هذا شيعي وهذا سني وهذا، عرفنا احنا شنو الخلل الموجود اللي موجود عندنا هنا ومنو بده يوصلنا إلى مشاكل، والإنسان الذكي لازم يفسر ويعرف. طيب. الرياضة عندي أحكي لك على الرياضة وعموما. نعم. الرياضة أنا أشوف بالرياضة ماكو حسد وماكو شيء. الحمد لله والشكر. والمدربين قاعد يشتغلون. الحمد وكلهم لله. ممتازين ويحققون نتائج جيدة. وهاي النتيجة أيضا تحققت السيد باسم قاسم كبيرة. نعم. هو مدربين. كابتن صباح. إحنا مريد نقول إحنا إذا سمعت لي. إن فضل في هذا الشيء بس نقول لا. أكيد لك بصمة. لا إحنا بالنسبة لنا ساهمنا في أن نحصل أكيد عليه. أكيد بصمتك واضحة. بأقل من دقيقة كلمة إلى الجوية بمناسبة فوز التاريخي. بأقل من دقيقة كابتن صباح. أقول ألف ألف مبروك لفريق القوة الجوية ولقائد القوة الجوية وللشعب العراقي كله والشعب والجمهور الرياضي لكل الأندية. نعم. علينا نشوف القوة الجوية وباوعهم بالصورة الصحيحة ونقول ليش هم فازوا. تلاحم بينهم وبين جمهورهم، بين نعم. جمهورهم وبين إدارتهم وبين لاعبيهم، المدربين معاهم اشتغلوا بالصورة الصحيحة، تعاونوا مع بعضهم. نعم كابتن. قدروا يحققوا النتائج. أنا أشكرك. أتمنى لكل الأندية اللي موجودة مع أتمنى لكل الأندية أن تحذو حذو فريق القوى الجوية وتحصل على نتائج جيدة والحمد لله والشكر على كل شيء بإذن الله. شكرا كابتن صباح عبد الجليل نجم العراق السابق ومدرب القوى الجوية السابق تواجدك معانا في هذه الحلقة. نجدد التبريك والتهاني إلى صقور العراق، إلى فريق القوى الجوية، إلى إدارته، إلى لاعبيه، إلى مدربه، إلى كادره المساعد، إلى كل الذين صنعوا هذا النصر، وإلى كل الزملاء الإعلاميين الصحفيين الذين تواجدوا وكانوا فعلا حسن لفريق القوى الجوية للفوز بهذا اللقب. إلى مزيد من الانتصارات، إلى مزيد من الإنجازات بإذن الله تعالى. مشاهدينا الأحبة، سيبقى برنامج الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز داعما
للرياضة العراقية بكل مفاصلها وداعما للمصلحة الرياضية بإذن الله تعالى. أحلى تحية من كل زملائي العاملين في استوديو البث في الكنترول، وزملائي مراسلي البرنامج، وزملائي في القسم الرياضي، ومن خلفهم المبدع مخرج البرنامج علي باقر، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر. إلى حلقة الغد بإذن الله تعالى، أقول لكم في مأله.